لا انا ضد جواز القصيرات، لان هذيك كتبقى باقا طفله صغيره، يعني ما يمكنش ليها تهز واحد المسؤوليه بحال مثلا بالنسبه للناس الكبار. هذيك مازال خصها تقرا، خصها تلعب، خصها بزاف ديال الحوايج باش يمكن لها عاد توصل القضيه ديال الزواج، يعني خصها واحد المده طويله. ايوا الاباء اللي كيزوجوا ولادهم بهذيك السن يعني ما مسؤولينش في هذا الشيء. ولكن زواج القاصرات يا اخي هذا جرم في حق هذه الطفوله البريئه، ولكن السبب في ذلك هو الفقر. ما كتلقاش واحد لاباس عليه غادي يزوج بنته في 15 عام، وسورتو الهشاشه والفقر هما السبب في هذا زواج القاصرات. وهذا الشيء كنلقاوه في جيت خنيفره، في الباديه، في مناطق اللي كتكون فيها الهشاشه بزاف. طبعا الدراسات الحاليه التي صدرت عن رئاسه النيابه العامه تؤشر عن مؤشر حقيقي الى ارتفاع نسب زيجات القاصرات، ولكن الادهى من ذلك هو عندما نجد ان اكثر زيجه للقاصرات هم الائمه والمدرسين، وهو يعني ناقوس خطر يدق بمؤسسات الاجتماعيه خصوصا بدور العباده، وكذلك مؤسسات المدرسه التعليميه التي عليها ان تعمل على تنشئه النشأ بتربيه صريحه. فبلاصه القاصره هي المدرسه بالاساس، والتعلم والتمدرس. شيء اخر هو هذه الزيجه تعتبر عنفا ضد الطفوله، او في من منظور علم النفس هو نوع من البيدوفيليا، انتشار البيدوفيليا، خصوصا ان المشرع المغربي لم ينص صراحه على فارق السن لفائده سداد القضاة، ثم ان المشرع المغربي لم ينص كذلك، تناسى او سقط سهوا منه ان ينص على الاستماع للقاصر. فكل الجهات سواء الاستماع للقاصر، سواء الفرق السن، سواء التخيير ما بين الخبره الطبيه والمساعده الاجتماعيه، سواء كذلك على مستوى الاستماع للخاطب، فهي اجتهادات يقوم بها صدر القضاة من اجل تحسين وجوده الاحكام القضائيه. لكن يبقى مهام المساعده الاجتماعيه في رفع السن، في تحديد السن، اولا سن زواج القاصرات للرفع به، او حذف الماده بشكل عام، هو الهدف الأسمى من أجل تجويد الخدمات، من أجل القاصرات، من أجل أن يكون لنا أجيالا متعلمة مربية أكثر ما هي زيجة للطفل تربي الطفل، أو عندما تصبح مثلا مطلقة ولها أبناء وهي لا زالت قاصرة في مقتبل العمر، تكون هناك الطمس الكبرى داخل المجتمع. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.